بالأمس وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أكد من داخل قطاع غزة في زيارة هي أشبه بالتسلل. وزير الدفاع الإسرائيلي لأول مرة يدخل القطاع عبر البحر، أكد أنه الحرب مستمرة حتى إعادة المحتجزين، وقال بشكل مباشر أننا مستمرين في حربنا ضد غزة وهنستنفذ كل الفرص لإعادة مزيد من المحتجزين من خلال المفاوضات ومن خلال الحرب حتى يتم إطلاق سراح آخر محتجز إسرائيلي داخل قطاع غزة. إطلاق سراح المحتجزين هيكون تحت إطلاق النار. خلينا ناخد قراءة لهذه التصريحات والسيناريوهات القادمة في غزة من السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير، صباح الخير على حضرتك. أهلا منا، صباح الخير لك وسادة المشاهدين. أهلا سعادة السفير، ماذا يقصد وزير الدفاع الإسرائيلي من أن قواته لن تترك غزة حتى إعادة المحتجزين؟ يعني هو بيحاول ان هو يتراجع بطريقة برضو فيها شيء من الغطرسة، لان من البداية اعلنت اسرائيل، طبعا رئيس الوزراء نتنياهو وزير الدفاع جالانت اعلنوا ان هم سيستردون الاسرى والرهائن بالقوة، وان لا يتفاوض على استرداد الرهائن. بعد 48 يوم اضطروا ان هم يرضخوا لما طلبته المقاومة الفلسطينية ويتم بالتفاوض وليس بالقوة كما ادعوا، رغم الدمار والتخريب والقتل اللي قامت به القوات الإسرائيلية، إلا أنهم لم ينجحوا في الهدفين اللي طلبوهم، اللي هو الإفراج عن الأسرى والمحتجزين وكسر شوكة أو هزيمة حماس عسكريا وسياسيا. فبالتالي هو بيحاول دلوقتي ما يتراجعش مرة واحدة، لأن هو إرادة إسرائيل السياسية انكسرت، لأنه لم يحقق الهدفين أولا، ثانيا أن هو خضع للتفاوض والتوصل إلى الإفراج عن الأسرى والرهائن الإسرائيليين بالتفاوض وليس بالقوة. فمن هنا هو بيحاول يعني عملية إنقاذ دماء الوجه أمام الرأي العام الإسرائيلي اللي بيتهم وزارة الدفاع الإسرائيلية بأنها أهملت في الاستعداد لمواجهة ما حدث طوفان الأقصى في 7 أكتوبر. وده تصريح يعني ما لا يمت للحقيقة بصلة، لأن ما قامت به إسرائيل أعتقد أنه هو أقصى ما تستطيع أن تقوم به من تدمير وقتل، ولم تصل إلى لا إلى قيادات حماس ولا إلى القضاء على أسلحة حماس. طيب سعادة السفير، مع إقرار الهدنة لمدة 4 أيام والنهاردة احنا في اليوم الثالث لهذه الهدنة، في بعض الآراء المتفائلة أنه هذه الهدنة الأولية يمكن أن تقود إلى هدن أخرى جديدة وصولا لوقف إطلاق النار، وأن ده خيار لإسرائيل أنها لن تستطيع أن تطلق يعني سراح محتجزيها إلا بهذا السبيل، سبيل التفاوض والهدن مع الجانب الفلسطيني. هل حضرتك مع هذا الرأي؟ تماما، أنا مع هذا الرأي لعدة أسباب. السبب الأول هو ضغط الرأي العام الإسرائيلي وحالة الانقسام داخل مجلس الوزراء الإسرائيلي. في مجلس الوزراء الإسرائيلي في مستويين، مستوى بيسمى الكابينت ودي بتبقى وزارة الأمن والحرب واتخاذ القرارات المهمة، والوزارة الموسعة. في داخل الاثنين في انقسام، في الكنيست في انقسام، في الولايات المتحدة الأمريكية في انقسام. فالرأي العام العالمي بدأ الآن يشعر بأن ما تقوم به إسرائيل هو عملية مجزرة. فبالتالي ده كلها ضغوط على إسرائيل لعملية قبول هدنة تانية. وأنا يعني شايف إن هم هيقبلوا الهدنة التانية ربما 4 أيام أو 5 أيام لاسترداد مزيد من الأسرى والمحتجزين المدنيين، لأن المحتجزين العسكريين أو الأسرى العسكريين لدى المقاومة الفلسطينية لن يفرج عنهم. دول بيعتبروا الصيد الثمين، يعني ورقة من أوراق المقاومة اللي هم المحتجزين العسكريين. ده صحيح، ده لأن هم دول هيتم التفاوض عليهم. طبعا الحد الأقصى اللي بتصيب المقاومة الفلسطينية هو بيسموه تنظيف السجون الإسرائيلية، يعني إخلاء كل الأسرى وده كل المحبوسين في إسرائيل، ودول حوالي دلوقتي وصلوا ما بين 7 ل 8 آلاف. مش هيتم طبعا كله، ولكن بيبقى دايما في بداية المفاوضات المطالبة بالحد الأقصى. فده هيكون هو فعلا هيؤدي إلى أن إسرائيل مرة أخرى بعد الهدنة القادمة، وفي تطورات يعني في غدا هيكون في اجتماع لحلف الناتو على مستوى وزراء الخارجية،
الرئيس الاتحاد الأوروبي الحالي والقادم اللي هو وزير رئيس وزراء أسبانيا ورئيس وزراء بلجيكا استلموا رسالة من مصر بضرورة الاستمرار في مد الهدنة والتوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار، فده هينقلوه أيضا لدول الاتحاد الأوروبي، وزي ما قال رئيس وزراء أسبانيا أنه هو هيحاول يأخذ موافقة على هذا وعلى مطلب أو الاقتراح اللي اقترحه الرئيس السيسي اللي هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية. احنا في 138 دولة معترفة بها، ولكن المقصود هو دول الاتحاد الأوروبي. فبالتالي هنا الكلام عن مد الهدنة ده مهم جدا، وان الولايات المتحدة الأمريكية ادت فرصة كافية وبمشاركتها ايضا للحرب علشان تفرج عن الأسرى والمحتجزين ولم تنجح. فبالتالي هي بترى ان الإسرائيل يعني ينفذ إناف كفاية كده، ونبتدي نفكر في مرحلتين. المرحلة الاولى اللي هي المرحلة الانتقالية ما بين ان وقف القتال وقفا دائما وما بين من سيتولى السلطة في غزة وكيف ستكون عليه الامور، والمرحلة الثانية اللي هي الاعتراف بدولة فلسطينية وبدء المفاوضات عليها، ودي مرحلة هتكون على المدى المتوسط مش المدى القريب. طيب، جزء تاني من تصريح الوزير الإسرائيلي كان بيقول أنه المفاوضات هيطلق سراح الأسرى تحت إطلاق النار. لماذا تهدد إسرائيل غزة مجددا بإطلاق النار؟ هل في مساعي لإفشال الهدنة مثلا؟ لا، هو إسرائيل احنا شفنا بالأمس أن إسرائيل حاولت انها تنفذ الكلام اللي اعلن عنه نتنياهو وجالانت وزير الدفاع الاسرائيلي من قبل، ان شمال غزه لن يشملوا وصول المساعدات لانهم يريدوا اخلاؤه قسريا بالقوه، وبعد ما اخلوا مستشفى الشفاء وغيرها من المؤسسات فبالتالي الفلسطينيين لن يجدوا ماوى او علاج او اي شيء، فيضطروا الى الاندفاع نحو الجنوب. اللي حصل العكس، بدأوا يتجهوا نحو الشمال وقتلوا في أول يوم 2 من الفلسطينيين وجرحوا 2 آخرين. لكن بالضغوط عليهم من جانب طبعا مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، عادوا مرة أخرى إلى الرشد وقبلوا أن تنفذ الهدنة كما هي. ولكن هم يعني مستمرين في الاعتداء على الضفة الغربية، وده شيء يعني لابد من التنبه له، لأن في عملية أيضا مجزرة في الضفة الغربية وتدمير شامل. شفنا اجتياح وقصف لمحيط المستشفيات أو المستشفى الحكومي في الضفة الغربية بالأمس، والاجتياح اللي حصل لأكثر من مخيم. ده طبعا هو ده يعني لازم نتنبه له، ويكون وقف إطلاق النار شامل للاثنين، لأن هي إسرائيل مسيطرة سيطرة تامة على الضفة الغربية، فلماذا تقوم بهذا الهجوم والقتل والتدمير؟ يعني ده شيء بيدل على أن إسرائيل لم تخرج بعد من الصدمة. الصدمة اللي حصلت ليها في 7 أكتوبر ما زالت مؤثرة عليهم، وأيضا كل من رئيس الوزراء ووزير الدفاع بيدافعوا عن نفسهم، لأن هم مجرد الوقف التام لإطلاق النار هيبتدي التفكير في إجراء انتخابات إسرائيلية لتشكيل حكومة جديدة، وهيبتدي محاسبة نتنياهو ووزير الدفاع على الأخطاء اللي وقعوا فيها سواء قبل 7 أكتوبر أو بعدها اللي ارتكبوها بهذه الجريمة اللي شوهت صورة إسرائيل وأظهرت أنها دولة استعمارية معتدية عنصرية. هل يعني برأي حضرتك مجلس الحرب في إسرائيل في أزمة؟ لأنه الصورة اللي احنا شفناها امبارح، وعايز تحليل من حضرتك أيضا، وزير الدفاع جالانت يصل إلى قطاع غزة عبر قارب من البحر مرتدي خوذة عسكرية، هو مشهد رمزي يريد أن يصدر صورة ما أو الانتصار ما حققته إسرائيل، برغم أنه على الأرض لم يتم تحرير الرهائن أو المحتجزين الأسرى ولم يتم القضاء على حماس. لا، هو زي ما انت اشرت، هو ده يعني صورة رمزية. يعني ربما يعني انتم ما كنتوش يعني لسه حاضرين في حرب 73 لما جولدا مائير اصرت انها تعبر قناة السويس، لما عملوا الثغرة تعبر الى الضفة الغربية لتثبت ان هم ايضا عبروا. فهنا ده شيء مشابه، يعني هو عاوز يوري ان لا، يعني ما تفكروش ان احنا يعني افرجنا عن الاسرى والمحتجزين بالمفاوضات، لا ادينا اهو وانا وصلت على ارض غزه موجود، انا موجود شخصيا اهو وانا استمر. فده صوره رمزيه، منها جزء دفاع عن الذات،
منها تصدير صورة معنوية للرأي العام الإسرائيلي، لأن بدأ ناس كتير في إسرائيل يفكروا إن هم يرحلوا، لأن بقول لك إن احنا لا نشعر بالأمان. صحيح. ولم توفر لنا لا الحكومة ولا الجيش الأمان، فهو بيصدر صورة فعلا ذهنية إن لا احنا مسيطرين. شكرا شكرا جزيلا سعادة السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، وصباح الخير على حضرتك.